اديني فرصة اقولك بصراحة معاك انسي امين وعمر حسدات وفيلو كان سين الساحة خد بالراحة خد دي بدون اباحة ما بنخافش من حد ولا بيهمنا بنقول رأينا بس انت جربت تجي عندنا بس احنا هنا اللي ابتدينا بايدينا نعلى بالمكان في المدينة خليك معايا يا ابن لسينا اتمسك من اصل الكعب في تسمع غربة وتسمع شعب اجيب المقبول فيكم في دقبي بس استنى خليك المسكة من راس الكعب تسمع ربا وتسمع شعب اجيب المضمون فيكم بلقبي بس استنى خلي جنبي انا اتعرفت على الرجالة وقلنا نعمل اشتغالة لقيت الناس بتقول غريبة بس جيتكم كون شغالة خدت القصة من بابها تحدي ده راب وشعبي مش رقص وهندي في المكان انا جنرال وجندي جرب نحكي حاجات قالينا كلام طالع من حوارينا اسمع كلامي عشان تفهم ركزش ويا اخينا كلامي جادي ويا هزار لطلعني من اعمل زار كلامي جادي ويا هزار لطلعني من اعمل زار وفي اي مكان بنحضر فيه الدنيا فاتت او الاخبار ومستحيل اقول كفاية قرار وخدته في يوم قدام مراية ببص بشوف مين واقف معايا لقيت سادات بيقولي ايه الحكاية احنا في الرواية من البداية غني الكلام طالع ماشيين مش شايفين خطوينا وتراتي جنة يودينا والدنيا بتمرجح فينا واحنا بنبص لبعضينا بحر المزيكا من قدو ومن غير قوم ومن عدو غطس الكلام انا الخطاط واي حد يخاف منه لانه بيكشف المستخبي هكون واضح صريح وماشي دغري فتلاقي الحيط هو اللي ماشي في ظلي ادور والف لا ده مش شغلي عشت جوه الف ليله وليله شفت ناس كتير انواع كتيره ليله تعدي وليله تكون طويله لحد ما تيجي الليله الكبيره وتاخد الجديد تاخد المفيد جرب تسمع تفهم وتستفيد احنا الاصل والباقي ده تقليد ده مش تعريض ده مش تهديد لا ده تاكيد افهم يا بليد كلامي ليك انت بالتحديد اتمسك من راس الكعب تسمع غربة وتسمع شعب اجيب المضمون فيكم بنقبي بس استنى خليك جنبي